لما بتروح من مكان لمكان أو من دولة لدولة تانية بيلفت نظرك شكل الميادين واللي بتربط شوارع كل مدينة، وميادين مصر متعددة ومتنوعة ومنها بنمر الأحياء ومناطق كتير. في حلقة النهاردة هنكون مع أول حلقة من موسوعة ميادين مصر الرائعة، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة وإحنا موجودين في شارع طلعت حرب ورايحين على ميدان طلعت حرب اللي بيعتبر واحد من أشهر ميادين مصر. الهدف من حلقة النهاردة نشوف إزاي الميادين مهمة وإزاي بتوصلنا من مكان لمكان، والشوارع مهمة بتودينا الأحياء ومناطق شهيرة في مصر، وعشان لو كنت موجود في ميدان منهم تعرف تدخل منين عشان تروح المكان اللي انت عايزه. إحنا دلوقتي داخلين على ميدان طلعت حرب واللي بيطل عليه ثلاث شوارع غير شارع طلعت حرب، واللي لو كملناها هنوصل لشارع 26 يوليو. على أقصى اليمين هيكون في شارع محمد صبر أبو علم واللي بنوصل منه لميدان محمد فريد وعبدين، وعلى الشمال هيكون شارع محمود بسيوني اللي هيطلعنا على ميدان عبد المنعم رياض. وبالفعل كده قدامكم مباشرة في الميدان في تمثال الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب. هندخل بقى مباشرة من شارع برضو من الشوارع اللي بتطل على ميدان طلعت حرب ومن أشهر شوارع وسط البلد، هو شارع قصر النيل اللي دخلناه مباشرة دلوقتي، واللي لو كملناه على طول هنكون في ميدان مصطفى كامل ومنه لميدان الأوبرا، وفي تكملة كمان لشارع قصر النيل من الميدان اللي احنا كنا فيه وهو ميدان طلعت حرب شمال بتوصلنا لميدان التحرير. احنا هندخل بقى من شارع البورصة الجديدة واللي هنطلع منه لشارع طلعت حرب مرة تانية عشان نشوف الميدان من زاوية تانية ومن شارع تاني. ميدان طلعت حرب كان اسمه زمان ميدان سليمان باشا، وكان في المكان اللي موجود فيه تمثال طلعت حرب باشا كان فيه تمثال لسليمان باشا الفرنساوي مؤسس الجيش المصري وقت محمد علي باشا، واللي اتحط مكانه تمثال الاقتصادي المصري المشهور طلعت حرب. عايز اقول لكم ان الميدان ده موقعه فريد وموجود في قلب القاهرة، وزي ما انتم شايفين كده الشوارع القريبة جدا من شارع طلعت حرب ومن ميدان طلعت حرب من الشوارع التجارية المهمة جدا في منطقة وسط البلد، وادي موجود على يميننا دلوقتي حلوان العبد المشهور جدا في شارع طلعت حرب، ومجموعة كبيرة جدا من المحلات اللي بتبيع الملابس وبتبيع الاحذية. يمكن شارع طلعت حرب كمان في مول من المولات المشهورة جدا وهو مول طلعت حرب. احنا بالفعل طلعنا كده على شارع طلعت حرب، زي ما بقول لكم هو اللي داخلين عليه مرة تانية، هو الميدان اللي موجود في قلب القاهرة، وزي ما شفتوا كده ممكن توصل منه لمناطق وميادين مهمة كتيرة. هنطلع بقى وهنكتفي بالجزء اللي احنا اتفرجنا عليه كده من ميدان طلعت حرب اول ما نوصل مرة تانية للميدان، وهنروح على ميدان جديد من ميادين مصر الرائعة ومن ميادين مصر المنتشرة في اجزاء كتيرة جدا من العاصمة اللي هي القاهرة وكمان محافظة الجيزة. هننتقل من ميدان طلعت حرب لميدان جديد في رحلتنا النهاردة. احنا دلوقتي في شارع التحرير وجايين من على كوبري الجلاء، وعلى شمالنا مبنى دار الأوبرا المصرية واللي تسمى الميدان اللي احنا رايحينه وعلى اسمها، وهي دار الأوبرا المصرية الجديدة. الشارع اللي احنا فيه موجود فيه كمان محطة مترو الأوبرا، والميدان اللي احنا رايحينه والتمثال اللي قدامكم ده هو تمثال الزعيم الوطني الكبير سعد زغلول. عايز اقول لكم ان الميدان اللي احنا رايحينه يعني بيطل عليه بقى حدث ولا حرج. عايز اقول لكم ان كفايه بيطل عليه كوبري قصر النيل العريق صاحب التاريخ الطويل، وانه ممكن نوصل لميدان التحرير. كمان بيطل على الميدان اللي احنا موجودين فيه اللي هناخد فيه لفه كبيره دلوقتي، بيطل عليه شارع الجزيره، وهو الشارع اللي هيكون قدامكم مباشره ده، وهو اول الشارع اللي قدامكم اللي فيه فندق نوفوتيل ده، وهو الشارع اللي بيوصلنا لجزيره الزمالك. كمان موجود الشارع اللي قدامكم ده شارع محمود مختار اللي بيوصلنا للنادي الاهلي، وادي بوابه من بوابات دار الاوبرا المصريه، وادي قدامكم حديقه الحريه اللي موجوده قدامكم مباشره، والشارع اللي في وشكم دلوقتي ده هو شارع منتزه الجيزه واللي فيه فندق سوفوتيل الجزيره. احنا هنكتفي بقى باللفه اللي احنا لفيناها جوه ميدان دار الاوبرا الجديده، وهناخد جزء صغير كده من كوبري قصر النيل الجميل اللي موجود عليه الاسدين المشهورين جدا، واللي زي ما قلت لكم بيوصلنا لميدان التحرير وبيوصلنا كمان لشارع كورنيش النيل. من دار الاوبرا الجديده للميدان الاصلي واللي اسمه برضو ميدان الاوبرا. احنا دلوقتي في شارع عبد الخالق ثروت وطالعين على ميدان الاوبرا القديمه واللي هو واحد من الميادين
الرئيسية في قلب ووسط القاهرة، واللي تاريخه بيرجع لسنة 1869، وهي السنة اللي أنشأ فيها الخديوي إسماعيل أول أوبرا في الشرق الأوسط. موجود في وسط الميدان زي ما هتشوفوا كمان شوية صغيرين تمثال إبراهيم باشا، واللي كان موجود في البداية في ميدان العتبة وبعدين اتنقل في الميدان اللي احنا هندخل فيه وبالفعل دخلناه دلوقتي، وهو ميدان الأوبرا. ميدان الأوبرا بيطل عليه شوارع كتيرة، ومنها شارع عبد الخالق ثروت اللي احنا كنا فيه دلوقتي، ويمنا وشمالنا دلوقتي شارع الجمهورية، ولو دخلنا يمين هنكون في عابدين وميدان عابدين، ولو دخلنا شمال هنكون في ميدان رمسيس. موجود في الميدان هنا زي ما انتم شايفين اهو مطلع لكوبري الأزهر، وجنبيه مباشرة ناحية الشمال اهو زي ما انتم شايفين نفق الأزهر اللي بيوصلنا لغاية صلاح سالم، والمبنى اللي قدامكم مباشرة ده هو مبنى جراج الأوبرا المشهور جدا واللي موجود في الميدان اللي احنا فيه، وهو ميدان الأوبرا. كمان موجود في الميدان اللي احنا فيه اللي في الشكو دلوقتي نادي السلاح المصري، ووراه مباشرة حديقة الأسبكية الرائعة والعريقة جدا. عايز اقول لكم كمان لو دخلنا يمين كده هنوصل لميدان العتبة، ولو دخلنا شمال زي ما انتم هتشوفوا ان في برضو هيكون قدامنا شارع من الشوارع اللي بتطل على ميدان الأوبرا، وهو شارع عدلي المشهور جدا في وسط البلد، وهو الشارع اللي في وشكم مباشرة دلوقتي، واللي لو كملناه على طول هنوصل لشارع طلعت حرب، وهيتقاطع معانا شارع شريف وشارع محمد فريد. هنلف كده حوالين نفسنا داخل ميدان الأوبرا، زي ما انتم شايفين بنستعرض شكل الميدان الجميل جدا والعريق اللي موجود في قلب القاهرة، واللي زي ما قلت لكم اتعرفنا على معظم المعالم اللي موجودة فيه. كمان بيطل على ميدان الأوبرا شارع قصر النيل، وحيكون في الجزء اللي احنا هنوصل له كمان شوية صغيرين. وموجود كمان في الميدان جامع من الجوامع العريقة جدا في مصر، وهو جامع الكيخية اللي مأذنته باينة قدامكم على طول. الجزء اللي على شمالكم ده هتلاقوا فيه مجموعة كبيرة من المحلات اللي بتبيع النجف وبتبيع اللمبات، مشهور ميدان الأوبرا بالجزء ده لأنه امتداد لشارع العشباوي القريب من المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وزي ما انتم شايفين هو جامع الكيخية المشهور جدا هو اللي موجود قدامكم دلوقتي، وفي عدد كبير من المحلات اللي بتبيع الأقمشة. هننتقل بقى من ميدان الأوبرا ومحافظة القاهرة، وهنروح لمحافظة الجيزة والميدان الرئيسي للمحافظة. احنا دلوقتي في شارع جامعة القاهرة، واللي موجود فيه بالفعل الجامعة العريقة اللي هي جامعة القاهرة، وواحد من الشوارع اللي بتطل على الميدان اللي احنا رايحين ليه دلوقتي، وهو الميدان اللي متسمي على اسم المحافظة اللي احنا فيها دلوقتي ككل، وهي محافظة الجيزة. زي ما احنا شايفين الكوبري اللي موجود على شمالنا دلوقتي، اللي باين على شمالنا دلوقتي، هو كوبري الجيزة، والكوبري اللي بيغطي الميدان اللي احنا رايحينه هو من الكباري المهمة واللي بتوصلنا لشارع الهرم وشارع فيصل وشارع مراد وشارع ربيع الجيزي وامتداد شارع الهرم لغاية ما نوصل لكوبري عباس. موجود على يمنا دلوقتي موقف الاتوبيسات والميكروباصات الرئيسي في الجيزة، كمان موجود على يمنا سنترال الجيزة ومسجد الاستقامة الشهير اللي موجود في عمق ميدان الجيزة اللي احنا بالفعل بقينا موجودين فيه دلوقتي. يعني ميدان من الميادين المهمة جدا في مصر، واللي موجود زي ما قلت لكم في محافظة الجيزة. ويمكن الميدان ده زي ما انتم شايفين لو كملنا على طول كده هنلاقي مطلع لكوبري الجيزة، هو المطلع اللي هيدخلنا على شارع فيصل، وهتلاقوا قدامنا بقى تحت الكوبري كده الجزء او شارعين بيتقسموا لشارعين، شارع ناحية اليمين وهو شارع الهرم واللي هيوصلنا لواحدة من عجايب الدنيا السبعة القديمة ومنطقة اهرامات الجيزة المشهورة جدا. كمان من شارع فيصل اللي لو كملنا على طول وطلعنا على كوبري الجيزة ونزلنا على شارع فيصل وكملناه على طول بنوصل لميدان الرماية وطريق اسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم الصحراوي. من طريق الفيوم هنوصل، ممكن نوصل لطريق الواحات ومدينة 6 اكتوبر. كمان في الميدان هنا زي ما قلت لكم بيطل عليه شارع مراد، هو ورانا دلوقتي، وشارع مراد ده بنوصل منه لحديقة الحيوان واستكماله بيكون شارع شارل ديجول. احنا دخلنا بقى من تحت كوبري الجيزة زي ما انتم شايفين، وهنعمل يوترن كده عشان نتفرج على الميدان بشكل موسع اكتر، وبعدين هنرجع كده من الجزء الامتداد لشارع الهرم اللي بيوصلنا لغاية كوبري عباس. زي ما انتم شايفين الميدان في الجزء ده هو مليان بالمحلات اللي بتبيع الملابس والأحذية والأقمشة، يعتبر يعني من الأجزاء أو من الميادين التجارية بشكل كبير، يعتبر من الميادين الحيوية جدا، ويعتبر من الميادين المهمة جدا في مصر بصفة عامة.
احنا بالفعل لسه مكملين طريقنا، وزي ما بقول لكم كده اللي قدامنا على طول ده هو شارع ربيع الجيزي اللي بيوصلنا لمنطقه المنيب ويوصلنا كمان لمنطقه ام المصريين، وفي عدد كبير من محطات المترو موجوده في الشارع اللي كان قدامنا. احنا عملنا يوتيرن دلوقتي، وزي ما انتم شايفين ادي مجموعه كبيره من المحلات، وطبعا هتلاقوا فيه كمان مطاعم ومحلات عصير زي ما انتم شايفين على يميننا دلوقتي. وهنكمل طريقنا كده، وهيكون الجزء ده بقى هو الجزء اللي احنا كنا فيه او اللي على ورانا دلوقتي، هو بقى اسمه دلوقتي شارع صلاح سالم. هو طبعا مشهور لكل سكان ولكل اهالي منطقه او محافظه الجيزه، مشهور بالاسم القديم وهو ربيع الجيزي، لكن هو بقى امتداد لشارع صلاح سالم. الجزء اللي احنا ماشيين فيه بعد كده هيكون امتداد لشارع الهرم، واللي هيوصلنا لكوبري عباس، وزي ما قلت لكم هيوصلنا لمنطقه الروضه او شارع الروضه ومنطقه منيا للروضة الجميلة جدا اللي موجودة في مصر. ميدان حيوي بشكل كبير جدا، زي ما في جزء كبير من الميدان متغطي بكوبري الجيزة ويشبه يعني شارع الجلاء، ولكن يمكن شارع الجلاء متغطي بشكل كامل بكوبري 6 اكتوبر، وشارع او الجزء الخاص بشارع 26 يوليو اللي متغطي بكوبري 15 مايو في منطقه وفي جزيره الزمالك. لسه مكملين طريقنا، وزي ما بقول لكم الجزء ده بقى امتداد لشارع الهرم. واول ما هنعدي الكوبري كده، واللي طبعا منزل من كوبري الجيزه على الجزء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وزي ما بقول لكم كده اول ما هنعديه هتلاقوا الشارع اتسع بشكل كبير، وبيكون استكماله هو كوبري عباس الشهير جدا، واللي بيعدي نهر نيل مصر العظيم في الاتجاه اللي رايح على شارع الروضه، واللي امتداد شارع الروضه ده هيكون شارع صلاح سالم بقى لغايه ما نوصل لمدينه نصر ومصر الجديدة. احنا بالفعل كده موجودين في الشارع امتداد شارع الهرم، وتعالوا بينا من الجيزة نروح لميدان جديد في جولتنا النهاردة. احنا دلوقتي بقى في شارع بورسعيد، وجايين من ناحية الحلمية الجديدة ومن ناحية عابدين، وداخلين على الميدان المحبب لكل المصريين من القاهرة وكل المحافظات، وهو ميدان السيدة زينب. الميدان اللي موجود فيه الجامع اللي قدامكم مباشرة دلوقتي، وهو مسجد السيدة زينب الشهير، واللي بيطل عليه عدد كبير من الشوارع هنوضحهم كلهم. بيتوسط الميدان مسجد السيدة زينب العريق اللي قدامكم دلوقتي، واحنا طبعا في حي السيدة زينب، الحي الشعبي الجميل في القاهرة واللي مليان بالأماكن الأثرية المشهورة. زي ما انتم شايفين الميدان موجود في شارع بورسعيد، واللي ممكن نوصل من الجزء اللي احنا جايين منه بقى ورانا في باب الخلق والحسين وباب الشعريه والاميريه وغمره والزاويه الحمراء والسواح. احنا موجودين على يميننا دلوقتي بقى شارع الكومي اللي بيطل على شارع او على ميدان السيده زينب، وهنلف كده قدامنا عرفه الكنفين المشهور جدا في المنطقه اللي احنا موجودين فيها، وهنلف الشارع اللي قدامنا دلوقتي ده هو شارع استكمال لشارع بورسعيد، والشارع اللي قدامنا دلوقتي ده هو شارع يوسف السباع او شارع السد اللي كل اهالي السيده ما زالت بتسميه بشارع السد. قدامنا بنشوف مسجد السيده زينب واللي بيحصل فيه عمليات تطوير في الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وعلى طول كده هيكون شارع بورسعيد. وبنلف كده بنتفرج على عدد كبير من المحلات التجاريه اللي موجوده في ميدان السيده، يعني هناخد لفه كمان عشان نستعرض شكل الشوارع اللي بتطل على ميدان السيده بشكل موسع اكتر، وبعدين هنلف وندخل على شارع الكومي، وهننهي الجزء ده من رحلتنا داخل ميدان السيده زينب. عايز اقول لكم شارع السد اللي قدامكم دلوقتي ده بيوصلنا لمدان ابو الريش، ومنه لفم الخليج وسور مجرى العيون ومساكن زينهم. كمان شارع الكومي اللي احنا هندخل فيه دلوقتي هيوصلنا لشارع خيرت ومدان نازولي وشارع المبتدئين، ومنه للقصر العيني وجاردن سيتي. احنا بالفعل دلوقتي في شارع الكومي، ومن شارع الكومي وميدان السيدة زينب هنروح لحي الدقي، واحد من ميادينه الشهيرة. احنا دلوقتي في شارع السد العالي ورايحين على ميدان فيني الشهير في حي الدقي، وهو واحد من اقدم واشهر ميادين الحي العريق. الميدان هتلاقوه على هيئه نجمه بيتوسطها نافوره ومساحات خضراء كتير. الميدان هنا كان وجهه للاغنياء للسكن فيه عشان الموقع الفريد اللي انتوا شايفينه، وكمان الميدان قريب جدا من نهر النيل، وادي شكل الميدان لو شفناه بمسقط رأسي كده هنشوف الشكل النجمة اللي كنت لسه بحكي لكم عليها دلوقتي. فيني اللي متسمى على اسم الميدان هو أوزوال فيني، وكان رجل أعمال بريطاني وكان صاحب جريدة الإيجيبشن جازيت. الميدان هنا بيطل عليه شوارع هنداوي عبد الله الكاتب واللي بيوصلنا لكورنيش النيل، وشارع إسماعيل أبو الفتوح اللي فيه مستشفى مصر الدولي، كمان شارع الكويت وشارع ميدان فيني. كمان لو كملنا على طول في شارع السد العالي بنوصل لميدان سليمان جوهر، ميدان فعلا من أهم ميادين المنطقة،
هو دلوقتي اسمه ميدان السد العالي. هننتقل بقى من ميدان فيني على ميدان تاني باسم اجنبي ولكن من دولة تانية. احنا دلوقتي في ميدان التحرير، وهندخل من ميدان التحرير على شارع من الشوارع اللي بتطل على ميدان التحرير واللي بيودينا لميدان سيمون بوليفار، الميدان الصغير كده المشهور واللي موجود فيه مسجد عمر مكرم الشهير. المبنى اللي قدامنا دلوقتي ده هو المبنى اللي كان فيه مجمع التحرير القديم طبعا، واللي يمكن كل الناس زارته عشان تستخرج مجموعة كبيرة من الأوراق الحكومية زي جواز السفر وزي شهادات، عدد كبير جدا من الأوراق الحكومية. على يميننا دلوقتي مسجد عمر مكرم اللي موجود داخل الميدان اللي احنا رايحين فيه دلوقتي، وهو ميدان سيمون بوليفار، واللي هتلاقوا تمثاله موجود في قلب الميدان، ومحرر عدد كبير من دول امريكا اللاتينية واللي كانت تحت الاستعمار الاسباني زي كولومبيا وفنزويلا والاكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما. احنا كده بالفعل وصلنا للميدان واللي بيطل عليه شوارع عبد القادر حمزة اللي موجود على شمالنا، واللي بيوصلنا لشارع القصر العيني، موجود في وشنا دلوقتي الشارع اللي بيوصلنا لكورنيش النيل، وكمان موجود على شمالنا شارع كمال الدين حسين واللي بيدخلنا العمق حي جاردن سيتي، في كمان شارع بيوصلنا شارع كورنيش النيل وانت رايح على المعادي اللي هو الشارع اللي قدامكم دلوقتي ده. وهندخل بقى احنا ناحية اليمين كده من شارع كورنيش النيل واللي بيوصلنا لمنطقة شبرا ومنطقة رود الفرج، وبيوصلنا لمنطقة ماسبير ومبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون. ويعني عايز اقول لكم يعني برضو ميدان سيمون بوليفار رغم ان هو من الميادين الصغيره، لكن هو من الميادين المهمه واللي منه بنوصل لمناطق مهمه جدا، سواء كانت منطقه جاردن سيتي او منطقه او كورنيش النيل عند ممشى اهل مصر اللي بيتم فيه عمليات انشاء في الفتره اللي احنا موجودين فيها. واحنا موجودين دلوقتي كده هندخل من النفق اللي تحت كوبري قصر النيل العريق جدا. احنا بالفعل كده هننتقل من ميدان بقى سيمون بوليفار السائر اللاتيني للقائد المصري عبد المنعم رياض. احنا دلوقتي موجودين وعلى شمالنا المتحف المصري اللي هينتقل طبعا قريب للمتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، وموجودين في شارع مريت باشا وفي ميدان التحرير، ورايحين على ميدان عبد المنعم رياض واللي موجود التمثال بتاعه في الميدان اللي احنا رايحين عليه دلوقتي، هو اللي موجود على شمالنا دلوقتي. هو كان قائد عسكري مصري وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، واحد من أشهر العسكريين في القرن العشرين. زي ما شفنا كان موجود في الميدان تمثال للقائد المصري المشهور، والميدان هنا موجود تحت كوبري 6 أكتوبر، وفي مطلع للكوبري اللي موجود على شمالنا دلوقتي ده هو الناس اللي عايزة تروح للمهندسين والدقي. كمان هيكون موجود في مطلع لكوبري أكتوبر اللي موجود على يميننا دلوقتي، وده للناس اللي عايزة تروح على مدينة نصر. في كمان اول ما نلف كده هنكون في امتداد شارع الجلاء، وهنلاقي مطلع تاني الكوبري 6 اكتوبر في الاتجاه اللي رايح على المهندسين والزمالك. عايز اقول لكم ان الميدان هنا موجود فيه كمان موقف الاتوبيسات المشهور اللي موجود في ميدان عبد المنعم رياض، وفي عدد كبير جدا من المعالم هنتكلم عنها دلوقتي. هو في موقف لجو باص موجود قدامكم، والمول اللي موجود قدامكم ده هو مول دوحة ماسبيرو. زي ما انتم شايفين منظر البرج القاهرة اللي موجود واللي باين من ميدان عبد المنعم رياض. كمان بعد مول دوحة ماسبير وموجود سمراميس طبعا، وموجود على الناصية كده شارع ساحل الغلال اللي بيوصلنا لمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. كمان في مجموعة كبيرة من المواقف اللي عدد كبير من التجمعات موجودة في ميدان عبد المنعم رياض، ولو كملنا على طول هنوصل لكورنيش النيل من امتداد شارع الجلاء. احنا بنلف كده وزي ما زال كوبري 6 اكتوبر هو اللي موجود فوقينا دلوقتي، وبنلف وزي ما انتم شايفين المبنى الاحمر ده هو مبنى المتحف المصري القديم. ويعني هننتقل بقى من ميدان عبد المنعم رياض اللي احنا موجودين فيه واللي موجود في قلب القاهرة، ونرجع تاني على ميدان او محافظة الجيزة، وميدان من ميادين محافظة الجيزة المشهورة جدا واللي يعني بيطل عليه اهرامات الجيزة، وهو ميدان الرماية. احنا موجودين دلوقتي في طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، طبعا ورانا كده لو كملنا على طول هيبقى طريق الصعيد، واللي بنبتدي بمحافظة الفيوم الجميلة. رايحين كده على ميدان الرماية اللي موجود في بقعة من أقدم بقع العالم. على يميننا دلوقتي طبعا هضبة الأهرامات وأهرامات الجيزة الشهيرة واللي تعتبر من عجائب الدنيا القديمة، المقصد السياحي اللي بيزوره كل اللي بيزور مصر من كل دول العالم. كمان هيكون ميدان الرماية على شمالنا هيكون طريق مصر اسكندرية الصحراوي اللي بيوصلنا لمدينة اسكندرية الجميلة جدا، وموجود في بدايته كده في الجزء اللي على شمالنا هيكون هو المتحف
المتحف المصري الجديد، لسه كنا منتقلين من المتحف المصري القديم اللي انتقلت كل الآثار اللي موجودة فيه للمتحف المصري الكبير اللي موجود في شارع أو في بداية طريق مصر اسكندرية الصحراوي. عايز اقول لكم ان الميدان هنا زي ما انتم شايفين بيطل عليه طريقين، يعني واحد بيوصلنا للشمال وهو طريق القاهره اسكندريه الصحراوي، وطريق واحد بيوصلنا للجنوب وهو طريق الصعيد وهو طريق القاهره الفيوم الصحراوي. كمان بيطل عليه شارع الرمايه اللي كان في وشنا من شويه صغيرين، اللي بيوصلنا لشارع فيصل وطريق كرداسه. ومن الشارع اللي احنا دخلنا فيه ده وهو شارع البرجسي اوتوموتيف، هو اللي بنوصل منه للمطلع اللي بيدخلنا على منطقه اهرامات الجيزه لو عايز تزورها. وكمان لو دخلنا شمال بيوصلنا على شارع الهرم. يعني رحلتي النهاردة المتنوعة أتمنى إن هي تكون عجبتكم، وعلى وعد برحلات تانية داخل ميادين مصر المتعددة في كل أنحاء مصر الجميلة. أتمنى إن رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.